غاب القمر وظلمت العين وراح الضيام العين وانحاش تنعاش يا سيد المزايين تنعاو من في العين ينعاش ينعاش يا حصة مساكين واللي تحت بيتش ينعاش وينعاش يا حصة ملايين حتى أشجار العين تنعاش أنت مخليفة ومجدين ساس وفالش ظل وفراش بشي كرم يوم الدهر شين واللي بعيد الدار ينصاش وفي شوفة ونلتقى الزين للي بعيد وللي يحذاش ياسين يم العين ياسين عسى جنان الخلد مثواش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والسرور، يعني الله يحفظكم ولا يخليني منكم. اليوم هبل اليوم كل يوم يعني فراق الناس اللي فاتونا وخلونا وحيدين نتولى عليهم من ولد وأخت وشيخ وشيخة وعشيري. اليوم عادة من أصبحت أنا عادة في تلف الزمن ودي يوم تحصل فرصة عند أم خليفة خطفنا وسلمنا وباركنا في رمضان ولا في عيد ولا في أي مناسبة من نوصل عين. البارحة يوم جيت عادة في رمضان نيت العين لازم أخطف أسلم، لكن سبحانك يا رب السنة هذه فمن الفقايد أم خليفة. أم خليفة الشيخ حصة بنت محمد بن خليفة يعلها الجنة يا رب العالمين، من الفقايد من الناس اللي ما شي شرارته في الدنيا، في الدنيا العودة ما شي شرارته، الطيب والأخلاق الملتقى السنع التراحيب التاك الطيبة الأخلاق ما الرمست ما ودك تسمع صوت الهوى، صوت الهوى ما ودك تسمعه، ما ودك يخالط حسها أي شيء يخرب صفو استماعك لكلامها، كلامها ما ودك أي شائبة تشيب الجو لين تستصيخ كل كلمة تقولها يا أهل الجنة، ما ودنا بفراقها لكن كتبت الله سبحانه وتعالى. يلا الخلا ود الشمس العين ما شافته حشرني والله ما خلاني يتكلم، ما خلاني يتكلم، كل من استرسلت في الرمسة بغيت أتكلم قاق وقاق ويا اثنين ثلاثة ما يقولن شيء إلا هو شال الدنيا فوق راسه شلك برق. وعلى كل سيرة هن العين، كل ما نسير العين وشي فرصة مناسبة عندهم ولا مفرزين ييناهم، نحن هبل نحن وغيرنا اللي من شرق البلاد ومن غربها من داخل الدولة من خارجها بيبانهم طلقة، بالأخص بنت محمد يعلها الجنة الشيخ حصة بيبانها طلقة صبح ومساء، الاستقبال ما يوجف ما شيء وقت معين للاستقبال، فترة الضحى وفترة المساء كل اللي بي وقت مناسبات وقت الأعياد وقت الاحتفالات الناس كلها تي وتفرح بيية العرب وتعرف أساميهم واحد واحد نيو ألف ونيو عشرة بترمسهم وبترد الحال عليهم بالأسم تحفظ أساميهم واحد واحد بتخبرهم عن العرب اللي هم جايين عنهم بتخبرهم عن الصغار وعن الكبار وعن الأرض اللي هم جايين منها وشو الحية وشو حلالهم وشو عيالهم بتخبرهم عن البنت وبنت البنت رحمة الله عليك يا عمود الخيمة. كانت عمود خيمة العين، العين كلها عبارة عن خيمة وهي يعلها الجنة كانت عمودها، هي كانت عمود الخيمة الركيزة الأساسية في العين يعلها الجنة. اللهم اغفر للشيخة حصة بنت محمد واغفر للشيخة ميثة بنت محمد واغفر لكل شيوخنا واغفر لأمهاتنا وأبنائنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. يعلها إن شاء الله في الفردوس، لا هي ما صارت عن البال حق الواحد يذكرها، طاريها وصيتها في كل بيت من بيوتها للدار، الناس اللي يعرفون المعنى ويعرفون الأصول مستحيل يخطف يوم ما يخطف يوم ولا يخطف دقيقة ما حد يترحم على روحها يعلها الجنة، كل الناس تحبها وأم للجميع
وشيخة للجميع، وكانت ما ترد حد، ما ترد حد أبدا. الله مغفر لها وارحمها. وياي على بال، هي أصلا ما راحت عن البال، يقير من البارحة باليوم من جيت العين يعني بخط جدل بيت، ولنا عند الله علينا. الله كانت رزتة وقفت ومشت ورمست وانأمرت ونتبسمت. يا حافظ عليها، يعلى الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. نعم يا حافظ على هاك الوقت، عن لك وستمية حرمة، عن لك وستمية حرمة، منطوق الرمسة المعنى. يا حافظ ليت اللي حد يظهر شراته في الدنيا العودة. أم خليفة ما استوى شراته ولا بيستوي، ما ظني بيستوي حد شرات أم خليفة، ما استوى شراته في الدنيا العودة. هيبته روح حقير، هيبته ورمسته وانوقفت ونرمست. انت شفت داخل الدولة ولا خارجها؟ داخل الدولة ولا خارجها؟ هي نفسك العدال، وهاك الزين، وهاك الهندام اللي ما حد شراه. الهندام من يطيح على هاك الينب الطاهر، يعلى الله يحفظها. تزينه تزينه لو 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 شيء العادي، كأنها لابسه شيء من اليوخ، شيء من اللي ما حد لبس شراته. رحمة الله عليك يا أم خليفة، رحمة الله عليك يا أم خليفة. والله إن شاء الله يغفر لك ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويطرح البركة إن شاء الله في الشيخة فاطمة وذريتها وجميع شيخات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وتحفظ حريم حكامنا وحريم أولياء عهودنا وذريتهم وحريم المؤمنين والمؤمنات في الدار الكبيرة هاي كلها، كل دارنا، كل دار المسلمين في مشارق الغرب ومغاربها. كم بقول وكم برمس وكم بتكلم، يعني أكثر كمية رسائل يتني من فتحت السناب من 3 سنين لو 4، أول كمية رسائل تيني بهالطريقة. كلن يتغفر ويترحم عليك يا بنت محمد. إيه عليك إن شاء الله في عليين، عليك إن شاء الله في نعيم يا بنت محمد، عليك في نعيم يا أم الشيوخ. يعلى الله يغفر لك ويرحمك، يرحم موتانا موتى المسلمين أجمعين. العرب ما شاء الله كلها شاد حيلها، كل هالناس شاد حيلها ما شاء الله تبارك الرحمن، كل هالناس شاد حيلها في المشي، مشي ورياضة يعني شيء جميل. انك انت تضيع وقتك ما بتليلسه، تضيع وقتك ما بترى مع ابليس هذا الانترنت، تدخل الا الشبكه العنكبوتيه والشركه والشبكه العزرائيينيه. لا لا، بامكانك تدخل تسير ابوي تكشل تليفونك وتمشي وين ما تسير، وتطالع ابوي العرب والعرب تشوفك وتسوي رياضك والدنيا مطرجه. شو تبارك الرحمن في هالممشى اللي هنا عند المدارس الوطنية، مدرسة الإمارات الوطنية، شيء ممشى مشاهدنها، مشاهد الممشى مرة على طرف الممشى، شارع كله سمر. تصيح اذنيك يا بني يعروف، تصيح اذنيك يا بني يعروف، تعال اطمش بالله عليك. شوف ما بالله هناك فريجكم، حتى في رجال مدينة محمد بن زايد كلها سمر تبارك الرحمن، كلها سمر غادية. جزاها الله كل خير اللي تعنى وزرع هالنوع من الشجر. هذه نوع من الاشجار اللي ما شي شراته، واكثر واحد يحافظ على زراعه السمر في الدنيا العوده من عقب حياه الشيخ زايد بن يعروف في مدينه المزهر في دبي، ومصورنه العام حاط حلقه كامله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هالبيت ياخذ العقل، يعني الله يهنيها له. انزين زارع محمية كاملة بن يعروف زار عنها، مسوي محمية ما أدري كم كيلو في كم كيلو، كلها سمر تبارك الرحمن. وهالبيت بالذات مشاهد البيت هذا يمكن 20 لو 30 شجرة سمر ما شاء الله. شوف ساكات في كبد السماء تبارك الرحمن، أكيد له باع راعي البيت هذا
أو له شور في هالزراعة، أنه بس مشاهد بيته جزاه الله خير على هالفعل الجميل. هذا كل شيء فنان وغاوي، لكن هذاك شيء آخر يعني، هذا كله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يا غير هذا اللي أنا توك صورتكم، لا والله حتى الطرف الثاني الظاهر بويه ما يخص أحد من هالبيوت، هذا يخص الله يحفظكم لنفذ الشركة اللي نفذت المشروع هذا، المقاول أو المالك أو صاحب الشان شارط عليهم أبوي سمريج الممشى هذا، ما قال ما تحطون عليه رصيفه إلا سمر. كان من المفروض الله يبارك فيكم أن اليوم أفطر في ندى الشبه في دبي، لكن قدر الله ما شاء فعل لظروف خارجة عن الإرادة، ما الله كتب السيرة. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين وأفطرنا وعيننا من الله خير الساعة 8:15 بويه جداء دبي الحبيبة، وسيدة لا يمين ولا يسار، إن شاء الله دبي مول. يمكن الساعة 10:30 11 قاصر ربع، يعني شيء من هالقبيل. إن شاء الله أني بكون في بشوتي، شيزاري بشوتي، مكان النعول، أو أساس تصوير. صورت اللي في أبوظبي وباجي اللي في دبي إن شاء الله. طاري أنا كل سنة من حول لين حول أصور لجديد، لأني أنا ما أستعمل أو أغلب أوقاتي 90% منهن نعولي باش عيبني الزين ويعيبني الشيء الفنان شيء لولايتي. فلذلك أنا من أكثر من 13 أو 14 سنة ما أستعملهن إلا هن، ورقم كبير من جماعتنا من صدقاننا واللي نعرفهم ما يستعملون هن اللحن. فنازلات موديلات جديدة وأنواع جلد جديدة وأشياء فنانة، وإن شاء الله أن اليوم إذا الله جعلنا من الحيين بصور جديد غير عن الجديد اللي ظهر في المارينا مول في أبوظبي إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. والزين فيهم بشوتي إنه يظهرون كل المستويات، زقنبوت عاق، يظهرون كل المستويات، الإنسان راعي الدخل المتوسط يروم ياخذ، والإنسان الملكك يروم، والمليونير أكيد بعد يروم، ولكن المعدم ما يروم أكيد، معدم ما يروم وين بعد، لكن ما أظني حد معدم، حد معدم في هالدنيا موجود على هالأرض، المعدم الله يحفظكم يقولون سام معدم هاللي لا يايد، اللي ما يايد قوت يومه هذا المعدم، واللي الحمد لله الدنيا بخير والناس حد جاي ترى شو اقول لكم حد جاي منو انت عاد الحين يا ربي مشكور عاد ما يصير ايش حالك يا مرحبا بصديق الطفوله يا مرحبا بمال اول وين صديق الطفوله هي نعم انت اكبر كنت شيبه يا ربي الله ييسر امور هذا الرجال ترى بعد دور ما دار بيته كله سمر سمر صح هي ما شاء الله تونا كنا نطري السمر سلام يبلغ 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 هذا الشخص اسمه عبد الله مطر ما الأول من أول موظفين وزارة الإعلام الأول أيام كان ما مدير حياة الشيخ أحمد بن حامد وزارة الإعلام كان وزيرها وهو هذا أحد الموظفين أكيد الحين تقاعد أو فنش هو لا أكيد ما ماسك مجال ثاني وكان تبع الهجن تبع وايد هذا ترى على فكرة عنده مكتبة عامة مليون شريط فيديو مال الهجن سباق الهجن أول ما استوى سباق الهجن في الدولة عنده كراتين حيدهن ما يندرابهن عنده هم في بخار هم في الشمس قرب من الشخص اللي يقول والله هذا غالي هي أبوي الغالي غالي ثمن الزين غالي ثمن مستوى الدنيا ما حب يأخذ شيء فوق طاقته السوق كل شيء موجود فيه بعشر دراهم شيء وبعشرة آلاف شيء وبأمية ألف شيء عجب تسمع من حد من العرب يوم يقولك والله هاي الأشياء نحن غالي مرة بناخذها أو نستغليها قول أستغليها لا تقول مرة بناخذها تروم أبوي تصرف على كوفي وصدع وديان وقرقعة وزبانية النار تأخذ شيء كوفي وغير كوفي بليلسة 700-800 وبالف والفين وثلاثة هذا عادي وشي بيدوم عندك سنتين وثلاث هذا غالي عيل بلاش ابوي ما بيبو فرق ابوي فرق من اللي يقول لك فرق شاسع بين السماء والأرض
بين اللي يقول لك هذا إيطالي ومصنع من إيطاليا وظاهر من إيطاليا ومدفوعات الرسوم في إيطاليا، واليلد ميوب من إيطاليا ومدبوغ في إيطاليا ومخروز في إيطاليا ومخدوم في إيطاليا ومصنع تحت إشراف يدوي وناس مهرة إيطاليين، ما إيطالي بس بالاسم، يوقف عليهم المنتج غالي، فلذلك الزين غالي ثمن. مثلا حين أمس أظهروا شو لون واحد اللي هو مع التمساح، يلد التمساح النعول، الباديات ليش ما يابوهن؟ بيبوهن ين أمس واليوم مباشر بيوصلن هالثلاثة الأيام، لأن كل شيء منتج جلود حيوانات نادر مثل هذه ما يظهر إلا بتصريح وترخيص، يظهر ما يظهر مني بالطريق. لا تطالع الباعة هاللي يبيعون يقولك والله، يقولك والله إنه هذا يلد ما أدري من وين، هذا يلدي ما أدري. هاي ها علي الله لا سلام فيك بقى الزبرة، اصبر ما توديني، اصبر يحيى. يا ربي وين بدور أنا حينه؟ ها تأخرت، شلك شلك برق. السلام عليكم. يلا يا سر بيتنا، سر بيتنا، سرت واحترت. حال بخير. هذا لنا؟ حقنا هذا؟ لا هذا في الحرام. زين ما أنا وديته؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ يحيى. نعم. من كم من يوم فيه مضروبة دياي. منو مسوينها؟ مضروبة دياي ثلاثة أربع يوم أول. قول والله. طحين رقم واحد لو اثنين؟ رقم اثنين. يحيو ترك كذاب. والله ما في مسخرة. لا لا. طحين رقم اثنين؟ كم قوطي؟ كم دياي؟ واحد نص قوطي واحد. قياس واحد ونص قوطي طحين دياي وحده. دياي كم كيلو؟ واحد كيلو. والله شكرا، ثانك يو فيري ماتش. بس ما طاي يفتح بعد. ثانك يو. شو اسمك انت؟ رحمة الله. شكرا رحمة. بلاك خير. ليه زعلان؟ يوعان؟ ثانك يو. والله يقولك بيتقوم عيد بن سيف الهادومة القبيسي جايبين لنا من كم من يوم عرسية، والله أخبركم متأخر بس يلا سبح، عرسية تنشبها واجه في غير البانة. هذا الله يحفظه شيء جديد اسمه قرص إيراني، هذا اللي تشوفون اسمه قرص إيراني، عبارة عن بيضة والباقي كله أعشاب وشبت وخضرة وبقدونس وشو؟ شو؟ ثوم معمر؟ شو ثوم معمر؟ لوز وموز وكل مكسرات كل شيء، هذا اللي تشوفونه. بنطعمه برد عليكم خلاف النيازلي، بخبركم الطريقة، باخذ الطريقة من اللي بالي بالكم. خرجت ابوي دريول، قلت له شيك سيارات في بترول، مثلتها وعدلها، بصير دبي دار الحي. الحين بيظهر امر يقول لكم. اللي بي دبي وسيارته ما بنظفها ولا تتصالق ولا بنظيفه، من سيح شعيب ممنوع يدخل، ومن حدود الشارجة يقول لك الخلع ممنوع حد يدخل دبي الا كان سيارته مروحه ومدخنه ومعطره وتتصالق، لا فيها غبار لا همك الله لا هم يحزنون، رقم واحد حتى التواير تتصالق ولا ممنوع ممنوع تدخل دبي. هذا حر امر ما يدري به الا انا، ان اللي بي دبي وحتى في باركنات دبي مول ممنوع تدخل دبي مول باركنات وسيارتك مغبره، ممنوع توقف في باركن اي فندق، ما الحين حتى سالك بيحطون علينا نيشان اللي سيارته مغبره ولا ما بنظيفه ممنوع، مخالفتين بدال مخالفه، لا تقولون ما حد قال لكم. السلام عليكم. وين انت؟ وين موجود؟ وين؟ لا الحين بسير دبي صلاح. ليش صرت بشوتي وخدت نعال على كيفك؟ ما بخل ما ليش ما خلتني انا تنقالك؟ انت وين؟ انا صرت العين اكيد ما بموجود. ان شاء الله. صار لك ركب فوق لا فوق. ها صلاح؟ انت ان شاء الله برجع ان شاء الله اليوم في الليل صلاح. انا بوني ناوي اسير وياك بشوتي يوم الاحد ولا يوم السبت؟ انت بو
بابا ما يخص احمد، انت عزرت عليه وصرت اخذت اللون السماوي. انا بارك بس وحده ما باخذ غيرها، بس عليك وحده حق العيد العود بعد وحده ثانيه. ثانك يو. بعد غالي لا خلاص العذر حولي ويا منو طالعني انا مثل هاي نحله هذا هلا هلا الغالي ابو محمد سلام عليك بديتك انا لك السلام منه الغالي تعالنا باكر مشتاق لي شوفك انت الغالي يا ابو خلود ربي يحفظك ويسلمك وبيت العامر بيت العامر هذا اوكي عمي بديتك اشمك دي صديقك الغالي يسلم عليك سلام عليك السلام عليكم كيف الحال حبيبك هذا حبيبك هذا الحاي الغالي بشوفك الغالي وبليش نحن في دار أنا وأنت نبدتش ها وبلعدتش وبلفرش وبنتيجي بياك الغالي وانت هذا لا خلا ولا عدم شيخهم انت كلهم انت في دار زايد الله يحفظك ويسلمك أوكي عمي ناصر بن محمد بن خليفه بن يوسف السويدي كيف حالك؟ بخير الله يسلمك كيف انت؟ زين صد منا خلي العرب تشوف الزين خلي العرب تشوف الزين وطالع هذا ها ما حد من يبي يصور هاي لا هذا ولا هذا صد جاي عاده صد عن الله تصير وقف عاده هذا سعيد بن خالد هي ما يبي يصور وهذا المعرس ها تبارك الرحمن تخته بنت خل المعرس ولدنا المعرس هو وناصر نفس الطول وهذا ما شاء الله عليه عاد مره تعال تعال وياهم بالله عليك حق بين يلا شوي ونطول عن بانج المهم ما شاء الله السعيدي خلاص زين اصبر حسين انت وين؟ دبي بالضبط بعدنا ما حدد الوجه يا رجل يلا يلا الله يحفظكم يا مرحبا يلا في الله يلا في الله الى اللقاء ثانك يو الله الله في عمار هاي غبرة هاي رطوبة هذا واهي شو هذا اللي حال علينا اليوم ولا هاي بداية لوهية هاي يقول بداية اللواهيب في الليلة تيك رطوبة قوية وفي النهار الله يحفظكم ايكم لهو لا هو بلا هو ابشروا بالله ابشروا بالله ابشروا به صبر جميل بالله المستعان لكن ابوي ما نلقط الدوره عنه لا نلقط الدوره لا عن لاهوبنا ولا عن وهيته ولا عن رطوبته وين بنسير ما طار طيرا وارتفع الا مثل ما طار وقع هذه بلادنا هذه بلادنا وين بالروم لو بنسير اخر الدنيا زود عن 10 أيام أبوي ما روم نيلس الغربة كربة ما تروم تغرب عن بلادك إلا للشديد القوي الله المستعان صابرين أبوي تحت حكم الله بلادنا وراضي بها بحرها وزرها وكل أما بها نعم شنو بها بلاد أبوي غيرنا بلاد غيرنا أبوي إلهم نحن بنسير لهم أبوي مسيرين كشاته استضافتهم لو بيزاتنا نجلس يومين 3 5 10 يا غير أزيد عن 10 أيام ما تروم أنا روحي والله أتحلم في بلادي أول ما أسير كني ظاهر من بلادي 100 سنة والله يا أبوكم ما حد يروم على الغربة إلا الإنسان اللي استغفر الله غير نمون حد يروم يفارج البلاد والله يا أبوكم فرها وبرها بحرها وزرها وكل ما بها براي شو بتسوي منو يروم يلقط الدورة من بلاد محد الله المستعان هالأيام المبروكة وهالوقت الطيب الكل منكم والجميع مفروض كان عنده أبوي صدقة ولا ناوي يمد الحد بشيء فيه خير وحتى لو ما في شيء فيه خير لو حتى قلم مثل لو حتى بهانس ترى أبوي صندوق الفرج أحوج ما يكون أحوج ما يكون لفك قيد هو معسرين معسرين هذا اللي في السجون حد عليه 5000 حد 500 درهم حتى اللي عليه مليون حتى اللي عليه مليونين وهو معسر ترى قطرة على قطرة ذو الغدير وهذه
ناس في بلادنا كانهم مواطنين ولا أجانب، الجلسة في السجن روحة تجيب الهم، كم يسوى يوم بتفرحون عائلة، عائلة بيدخل عليهم أبوهم ولا أخوهم بيعيد عنهم، كم يسوى هذا؟ هذا هاي كربة من كرب الدنيا. أبداً مش غلط إن الإنسان يمد باللي الله مقدرنا عليه، مش غلط حتى لو شيء بسيط، ترى من عندي أنا شيء، من عندك أنت شيء، من عند فلان شيء، يظول لا تستغل اللي عندك، لا تقول هذا شيء بسيط، أنا رأس مالي هالكثير، لو حتى تظهر شيء بسيط، لو حتى شيء لا يذكر برايم، هذا له قيمة، له قيمة. وبي مثلا حد علينا افترض 1000 درهم تيامع في صندوق حق الشخص هذا 990 ها ما بيظهر لنا، لازم 10 دراهم اللي من عندك انت يا الانسان يتريون 10 حق يكمل 1000 حق يتأدى عنه، لانه ظاهر فيه حكم، الحكم معناه 10 يعني 10، 5 يعني 5، 100 يعني 100، ما يرومون لان حكم لازم يتسدد بالكامل. فكل شخص مفروض انه ما يستقل اللي عنده، يقول انا ما روم او ما عندي استطاعه او انا احوج ابن، ما عليه انت احوج، لكن اتذكر او حط عمرك مكان هذا اللي حد نصب عليه او انه خسر في شركه او انه سبحان الله عنده ادي لازم تتأدى عنه، يعني هذا مشاكل الناس كلها تجري عليه. وشكرا كل الشكر والتقدير للي قاموا وبادروا بالتبرع بالاتصال في صندوق الفرج، ماجورين رب العالمين لا يرويكم مكروه في صديق أو حبيب أو عزيز لديكم. نعم جزاكم الله كل الخير، جزاكم الله وغفر الله لكم والوالديكم اللي عطى ربي ولا محمدي، كثير ولا قليل، كملكم الأجر والله إن شاء الله بيضاعف لكم في رزقكم وحلالكم وين ما يطرح لبقى. حتى وصلنا دبي بحفظ الله ورعايته، وكالعاده ما نوقف ابوي اللي عند الباركن هذا، نوقف ابوي هالمكان ونعطيه الموتر، نقول لهم بيه وجهوا لنا الموتر برد لكم خلاف، والله اسبوع اللي خطف ما طاع ياخذ الموتر، قال ابوي فل دوروا لكم بقعه غيرها، الله يخليك الله يطول عمرك منك مني، يلا يلا طاع. هذا صورناه من كم يوم هناك عند المحل هذاك اللي قلت لكم مثل الستان، ترى وصل اليلد عندهم، وصل اليلد اللي في دبي ياهم اليلد، واللي في أبوظبي بعده نفسه، لكن هذا ستان وهذا يلد، السعر اتوقع نفس الشيء. ما ادري شيء الوان ولا بس هذا بيني وبينكم انتم. لا خلاص احنا ما هذا. كيف حالك؟ والله كيف انت؟ يا مرحبا وسهلا. عارف خاطري اتلاقى وياكم غير اليوم، الله كتب تلاقينا. الله يخليك عليك. الحمد لله. جاي من راس الخيمة؟ اي والله. ثاني جايين. زين. شو اسمك انت ابوي؟ محمد. والله وني عم بجاسم. حالك حبيبي؟ والله كيف انتم؟ الحمد لله. شي اخذت له بعدكم؟ لا والله داخل لفه بس. زين. شاوروا. هي المحل. انتم حلوين؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله. امين. بس خبروني اذا شيء تبون ولا شيء بس اشرب. الله يخليك. اغسلهم لكم غسال. الله يخليك. زين فديتكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. زين. انت محمد هو احمد. اي نعم. انت محمد هو احمد. من اي منطقه في راس الخيمه؟ من الضيت. اي نعم. انتم فنانين؟ اي نعم والله. انا توني اطري راس الخيمه كم من يوم؟ ايوه. اقول كل حد من هالراس الخيمه الحمد لله ريحته بروحه خنينه. الله يخليك. الله يسعدكم. عندكم فنان. ارضكم روحه. انتم تتميز ارض راس الخيمه من
هنيه المطر تظهر منها ريحه شرات الزعفران. يا سلام يعني الله يخليك على هالاساس انتم فنانين. اي والله الله يخليك. ما قصرت. زين شو دراستكم؟ والله انا الحمد لله تخرجت مهندس متروك. تبارك الرحمن. انت سنتين مهندس كيمياء. ما شاء الله يعني الله يحفظكم ويفرح حاليتكم فيكم ان شاء الله. امين يا رب. مبسوطين في هالمكان. الحمد لله. الحمد لله. يعني الله يفرحكم اليوم ودوم. ترى يوم من زمان انتم؟ لا والله موجودين بس. اخذ عليكم شوي. لا 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 حبيبي حبيبي لا 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 نيت راس الخيمه وما عزمتوني يا ويلكم اتريا ان سمعتوا اني جاي راس الخيمه ضروري تدقوا لي تليفون وتخبروني ولا طرشوا لي سناب بتيكم عيوني. الله يسر اموركم يحفظكم يعلكم في داعته. صبر انت منو؟ انا احمد السويدي. والله والنعم. الله يحفظكم حبيبي. مشكورين شباب في داعته. الله الله يحفظ. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شو يديدكم؟ والله في كولكشن كثير حلو يا محمد. شيء لا انا اريد اللي ما شفته في ابو ظبي. حاضر تكرم عيونك. ضروري نعمل برمه. اي ضروري ما باي برمه. برمه من البرمات الكبار. اكيد تكرم عينك. تفضل. هذا كحلي له اسود. ازرق اسود. لا اسود اسود. هذا بيش الان. هاي يسمونه الاسود الفنان. هذا البني المحوحو. فناني. ملبوس العافيه حبيبي. شيء جديد اللي موجود. شوف هذا مثلا اللون هذا انا ما شفته في ابو ظبي. هذا ابو محمد عم يكون نيولي لونش. هذا الستيتش اللي عليه كله هاند ميد. جاي منه خمس الوان. جاي منه هالازرق، جاي منه الابيض والاسود والجري والعسلي. كثير حلو على اللبس. السته بقوله كثير مرطب. حق المشي حق الديري ووز وايد خفيف. مثل ما بنعرف هيدي ابو محمد وزنها 200 جرام الحبه عم كثير مريحين. هيدا سوبر سوفت ليدر. هم متى جاياتها؟ مش موجودات في ابو ظبي؟ ما هودي والله بعده تو واصل. هودي تقريبا حوالي 10 ايام صار له واصل. حلوين كثير على اللبس. حتى الفت مالته وايد صفر. هذا اللون في منتهى الروعه. على الابيض بعد جميل ان شاء الله. الجري بعد والرصاصي ثاني الاسود. يا حاله 100% هودي بعده كمان واصلين. جايتنا اوسع فريتي ابو محمد للكيدز. جاي هالجري كمان وزنه اخف من الرجالي. كثير مريح. وهيدا عم بيكون جلد غزال طبيعي. كثير خفيف على اللبس وكثير مريح. وجاي منه الوان كمان. جاي هال ويف براون. مثلا الابو ياخذ اللون هذا والولد نفس لون على ابوه. في هيدا ابو محمد كمان الازرق. الازرق كمان وايد حلو. جاي الباكل سيلفر تبعوله. كثير مرتب على اللبس بذات الوقت. هي فيديو كثير. ها جلد النعام ابو محمد. هذا لون جديد ها؟ 100% ها الزيتوني مخلص. ها الزيتي عفوا. زيتي الغامض. العام كان موجود زيتي كان زيتي فاتح. مضبوط صحيح. ها الزيتي الجديد. جاي البيج كمان الجديد. ايه ايه شفت البيج رائع على اللبس. جاي البكل تبعوله سوداء. الكومبينيشن تبعول الالوان جاي كثير. جاي كمان هيدا ابو محمد. جاي السنيك ليذر. جاي اروع الوان منه. جاي الازرق، جاي البراون، البكل تبعوله جلوسي بلاك، وجاي البلاك كمان الجري بعد منها. الجري كمان رائع على اللبس. ارضيته سوداء. الكومبينيشن تبعول البكل مع الارضيه كثير حلو على اللبس. كثير مرطب. وزيت الوقت كثير هيفي ديوتي كمان. وليش شي استوان وايد خفاف؟ والله على طلب الزبونيت ابو محمد. اي والله ما كانك لابس شيء. كثير مريحين والله. كثير خفيف على اللبس. حق المشي حق الدنيا ها؟ هي والله وايد خفاف. شي يازلك انت عاده؟ لا ما شي يازلك. كنا نحن نتكلم عنه قبل شوي قبل المغرب. كنت بصير سيرته اللي هو مال الكروكوداي. صحيح. هيدي الارضيه ابو محمد. هيدي ارضيه جديده عم تكون نيولي لونش. هيدي عم تكون فول ليذر على الطوارف. وهيدي عم تكون الباكل الجديده. هيدي الباكل ليميتد اديشن ونازله على الكروكودايل. وكمان كثير مريحه بذات الوقت. ايه جربتها انا في محل ابو ظبي. كان قايل لي بتي الوان جديده. لا لا راس جاي بعد كمان الوان جديده لاحد او الثنين ان شاء الله. ايه قايل لي خبروني. وعديني في ابو ظبي يكونوا موجوده على اساس اني اسير اصورهم. تمام هلا ان شاء الله كمان لاحد بكون كامل الكولكشن. جاي من هيدا ابو محمد كمان فول بلاك. كمان زيت الباكل. كمان الباكل ليميتد اديشن.
كمان كثير حلو على اللبس، كمان فول ليذر من عطوارف كمان. وعادة يكون هذا ربل، مضبوط كل مرة هبي يبينا يلد نازل جلد، مضبوط هي بالمضبوط. وايد جميل كمان كثير مريح على اللبس. حالك؟ لا اي صف الحين انت؟ سادس. مجدا؟ لا سادس. قول والله. والله حريت خامس انا. ابوك يقول لك خامس؟ اسي اكيد؟ ايه اكيد. زي صدق الحين ما يدري من صايره. ايه هذا مين؟ ابوي. شو اسمه؟ علي مبارك المريخ. ايه وين عاد ما صورنا؟ المهم شو اخبار الدراسه؟ زين. بتصيرون بقعد العيد ولا؟ لا لا ليه؟ العيد انا بعك اللي الطرف هذا كله انا ما شفته. حاضر يدك معي الطرف. هلا في عندنا هودي جلد الغزال، جلد الغزال نزل منه 12 لون ابو محمد. 12 اللي جاي له. شو اللي يفرق بينهن وبين العاميات؟ طيب هذا اهم شيء. هيدا محمد عم يكون جلد غزال ما بيعمل لاينات. ايوه الماتيريال كثير سوفت على اللبس حق الداليو. لكن هذا ربل الطرف 100%. هذا الربل. ايوه هيدا الخفيف، هيدا وايد مريح ابو محمد تمام. وهيدا جلد الغزال حق داريوز كثير سوفت، كثير براكتيكال، كثير عملي. شو الفرق بين هذا اللي يلقى ربل تمام زين وبين تمام. هذا اللي يلد اطرافه يلد. هيدا هون محمد جاي كله فولي ليذر على الطوارف. نعم. وكله ستيتشت على الطوارف تمام. هيدا عم تكون فولي رابر. نعم. هيدا الارضيته كمان. ان الاثنين ينطعجن شي بسهوله ممكن تراويني؟ اكيد. والثاني كثير خفيف. الثاني كمان خفيف، كمان مريح، كمان بينطعج نفس الشيء كمان. حق المشي حق الديريوز اثنين كتير خفاف، بس حسب كل زبون والفت تبعه والفت قياس رجله بأي بيرتاح أكثر. بس اثنين كتير مريحين على اللبس. أنا أول ما جيت أنت كنت مشغول مع الزباين، شفت الشوزات اللي وصلن أبو ظبي اللي هن ستان. مظبوط. زين شو جن من الألوان؟ أنا صورت أول ما وصلت تمام. صورت هذا الأسود 100%. هيدا عم يكون فول ليذر، فيري فيري سوفت، والأرضية تبعه سوبر اكسترا لايت. ايوه هيدا بيلبس حق الكندورة، حق الديليوز، وايد حق السفر على التراك سوت. وهيدا محمد جاي هيدا الواتر بروف الماتيريال، الماتيريال مال الستان. مظبوط 100%. هيدا حتى لو اجى عليها مي ما في مشكلة. كمان زيت الأرض. زين والوزن؟ الوزن هيدا عم يكون كمان 200 جرام مثل وزن النعام. هذا هيدا كمان نفس الوزن، كمان 200 جرام، كتير خفيف على اللبس. شو الالوان يا هيدا؟ البلاك بس جاي منه، هالليذر بس جاي منه البلاك. وهذا شيء ثلاث الوان. مظبوط. هالاسود وهذا مظبوط، وجاي هيدا الازرق كمان. ايوه الازرق كمان رائع على اللبس كمان. أيوة. كتير حلو سوبر اكسترا لايت ابو محمد هيدا، وبيمشي مع كل شيء. اعتقد هذا من الالوان الجديده اللي انا ما قد شفت شراتها. هل هذا العسلي؟ هذا البيج الغامج، هذا هب اوف وايت، هذا بيج على حليبي جاي، ما قد شفت انا شراتها. هذا جميل انيق. في اشياء وايد فنانه عندهم. هذا بعد فنان مسكت شيء من اهلي بشارات اللي خبر راويتكم اليوم بساعة ويلد النعام. شيء يلد هذا بعد ما غير ويلد احترف نعيم، ما تقول من حال اللي شارات لي يلود لمجشعره يجيك يلد عص. خيبة معظم الماركات النعول اللي في الدنيا العود كلها تلقط شيء عليهم تغليف الا البشوتي. مستحيل تلقط عليه تغليف لان الرقابه جايه ابوي ما من اي دوله في العالم، الرقابه جايه من ايطاليا لجميع دول العالم. قاطع صينكم ونصيبكم في الدنيا اذا انكم تقلدون النوع هذا من النعوم بالذات. يا ينهم أمر
من إيطاليا أنكم قطع صيب صيبكم ونصيبكم من الدنيا إذا أنكم تقلدونه. فلذلك كل الشركات اللي تقلد نقول في العالم ما تروب أو ما تقدر أو تتروع كلهن في آن واحد في موضوع تقليد مع البشر. الحين هاكل أربع كل بلا ما يبون يصابون. ساعة المباركة يوم شفناك يا خالد. إيه لك تسلم. أنت من صياح ولا أنا غلطان؟ محمد غال مزروعي. أي والله والنعم. وسالم. والله والنعم والنعم. زين. سالم. خله خليه. ما يبي يصور. ما يبي يصور. تعرف اللي ما يبي يصور إنه؟ نو. هذا يكون عاد معرس. متوهق أنا. متوهق ما يبي حد يشوفه. اختار مرة نعال اللي تبون. إيه لك تسلم. إيه لك تسلم. رصاصين تحت؟ نعم رصاصية. هاي له. أرب الله ما يبى حد يصور ما يبى يصور ما يبى ليش ما تبى تظهر أنت ها هل الجو هذي لا يخافون من حريمهم يخافون من حريمهم إيه الخوف مكثرة خلاص ما بياسين أصورك خلاص خلاص سالم لا شوفنا في المنظرة يلا الله يحفظكم يحفظك ما شاء الله ما شاء الله المكان يعني تقريبا يكاد أن يكون ممزور لهم مبروكات ملابس العافية الله يحفظك كل هنبوي غاويات بهدين هالغاويات خالد سلطان سيف الرميثي والله والنعم ولد سيف الخميس والله والنعم شو يازل كبوي منهن هنتين يعلك تسلم رقم واحد 90% من العالم الليون ليش مصممين على أي ألوان اللي تجلب الفرح نعم يعني الله يفرح كل يوم ودوم حرام بيسوي لي أنا خصم والله يا بيز ما يعقون هي والله على الخالي بيز ما يسوي لي خصم يا شباب شيء خصم ولا ما شيء ليش أو إن نيو كلك شن عيد يعني اللي ما ذوق حزرك حبيبي يعطيك العافية أنا طال عمرك في البشوت من أول ما فتحت كم سنة حين لكم تقريبا 25 سنة سنين هيك أقولك في إبداعاتكم السنة إبداع شيء جديد ولا والله مبدعين بشوت إيه والله السنة مسوين ألوان ليلكية شيء فنان يعني شباب قايل حق حرمك وانك ساير العيب وانت جاي دبي شو الالوان اللي اخذتوهن الاسود ليش اسود ذوق اخوك بعد غير نمونه ايوه هذا ما بسود الارضيه سودا ويلتقي ملبوس العافيه حبيبي عزيز شو عن الجواتي حين هذه والله جواتي يا شيخ من اروع انا وايد يا زلي وايد مريحين نحن إيه؟ هيدي ثالث طلبيه من عملنا من كثر من هذا الرجال غيره وهذا هي هو الله يحفظك نازل الوان جديده حلوه نازل لك ما شيء غير الشيء الاسود هذا كان موجود هذا هلا وصل جديد انزين هذا الجلد تبعه كثير سوف وطري والله جد جميل ها 200 جرام شيخ هذا من كثر ما مريح العالم كثير طالبته نازل الجري الجديد عفوا هذا الاسود الكلوت هذا الواتر بروف بيجي كمان وايد جميل 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 للسفر مريح للطياره وحتى الكندوره الواحد يلبسها حتى للكندوره يلتبس معه وايد وخفيف كثير وايد خفيف 200 جرام حتى نازل الوان الجريد تبعه كثير هذا اللون الجديد نازل غير عن هذا ايوه يبعد داله لو سمحت هي هذا اسود وهذا جري اللون الجري يعني ثلاث الوان اربع الوان في الازرق كمان نازل هي. شفت مصورنا من قبل الازرق وايد لونه حلو نيلي كثير حلو وايد جميلات مريحين كثير وهان عالي فريولك هذا كم عمره حينه هذا اللي فريلك لا 14 من توك ماخذنه لا هذا اللي فريولك 14 جديد يعني لكن ما شاء الله فنان اشوف رفع كندورك يا سلام احب تاخذ اخوه هذا الابيض يلا ملبوس العافيه انا شو خدت ابوي اول بادي هذا اثنين ثلاثة أربعة
هالالوان كلهن يداد ما طاحن السوق قبل. هذا انا مسمينه الاسكريمي الفاتح، وهذا الجري المبحلق، وهذا الله يسلمكم الكريمي او يميل للاصفر، وهذا عاده الكينج، هذا ابوي عملك الالوان زيتوني او زيتي الغامج، هذا ما كد وصل. وكلهن يا زلي 1 2 3 4 وربكم يا ليت عبدونه ما سووا خصم حقي حتى ربيه، وليت تصلون ربعي هاي للمتابعين يقولون والله ابو محمد قولهم نحن عن طرف والله حقي انا ما سووا لي خصم، بيسوولكم انتم. اكبر مقاس جوتي كم عندكم الجواتي هاي؟ واصغر مقاس للجواتي والنعول نفس الشيء، اكبر شيء واصغر شيء، لانه وايد يسالون شو المقاسات الموجوده. ابو محمد هلا ببلشوا هن اس 40 اها تمام، يعني 6 لين 46 لين 12 يعني 6 لين 12 مضبوط. 12 هلا 12 بلبس 47 وبلبس 46 كمان. ايوه قوم نص ونص ونص ما شيء عندك ما شيء نص، لانه الفرق بين السايز والثاني فرق كثير صغير، يعني اللي متعود يلبس 11 ونص تمام. ياخذ 12 لو ياخذ 11 ياخذ 11 ال 11 بيكون بيرفكت. ايوه تمام زين زين، يعني النعول النعول من 6 من 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 40 ل 46 مضبوط 100%. و 38 ما شيء، 38 شيء بس حق الصغاريه. هلا حق الصغاريه بيبتدوا القياسات من 28 اها من 28 لين كم نوعين؟ نوع من 26 من 28 من 28 28 لين 39 لين 39 مضبوط. هلا حق وبعدين من ال 40 لين 46 مضبوط. يعني المقاس زين بالارقام الصغيرونات الصغير الصغير الصغار هاي 86 8.5 ما ادري شو موجود. انا مثلا مقاسي 9 مضبوط ابو محمد موجود لي 9 بالضبط زين موجود لي كم؟ موجود من 6 من ال 40 لين ودر انت عنك ال 40 الارقام صغار ارقام صغار من 28 لا ما بالبيبيز مثل مالي انا انا يعني من 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 9 من نعالي نعالي انا 9 مضبوط. شو اصغر عن 9 شيء؟ 8 وبعد 7 وبعد 6 انزين يعني شيء من 6 لين 12 لل 12 100% بس صحيح. بس هذا اللي ابغاه انا زين. الجواتي جواتي محمد كمان نفس الشيء من بيكون من كمان 6 أه. من 40 لين 46 اي قاس 12 شيء شيء 12 اكيد فوق ال 12 ما شيء لا ما شيء بس هو ال 12 ابو محمد بلبس 46 وبلبس 47 الكت من انت ليه تودينا على الارقام الكبيره يعني يلبس 12 ونص قصدك مضبوط 12 بلبس 12 و12 ونص كمان ايوه هذا اللي اقصده صحيح لكن اللي مقاس 14 لي 14 ما في ترى انت شفت الرجال اللي تو قبل شوي فقير يبقى 14 ما حصل اي والله نعول مالاتي استلمهم من ابو ظبي اكيد شكرا هاي اللي هاي لك هاي اللي اخترت لنا 1 2 3 4 ها 4 الوان انا اللي اخترت كلهم وان شاء الله بستلمهم من ابو ظبي هاي ياسر امسم ها خبرني اذا ما بلقتها نقول لي عشان ما في شلل هلا الجري فاتح شوف المتاول خليه ايه بده هو الاربع اقولهم بيهم يوم الاحد هو بده يجي لعندك يوم الاحد ايه تمام بده البراون الفاتح التاو والبيج ايه ترى تاو لون هذا يسمون التاو شوف انت حليله هاي لون التاو الحين تبى تصور ولا ما تبى تصور انت عقد نظاره قبل اول عقد نظاره عقد نظاره حبيبي عشان عقب اصور شوي بس ما شاء الله هالعيون الغاويات وداسنهم ورا لك شب شو اسمك؟ ثاني منو؟ ثاني ثاني؟ ايه يلا الله يحفظك ثاني يلا الله يبارك فيه ان شاء الله معرس يحفظك يبارك فيه ابو ظبي ودبي نفس المكان نفس المكان ونفس اللي تشوفه هذا كله تلقطه في دبي موجود في ابو ظبي يا غير ساعات تلقط مقاسات مش موجودة ويقولون لك والله تعال بعد يومين أو ثلاثة كم مدامك موجودة بالفرق. أنا الحين دورت ما لقطوا
فقلت لهم انا بسير ابو ظبي. قال بتستلهم ابو ظبي لك وربك اللي تعبك يا بيز ما عقوا عني الا واني اصور وتحند الزمان. لازم يدورك شيء زي. مشكور بارك الله فيك. الله يبلغك ان شاء الله في هالولد الفنان ان شاء الله. اوكي حبيبي على خير. انت اخذت انت؟ والله اخذت من وتابعوا هي 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 والسن شو ناوي؟ نشوف الحين التسهيل. يلا بينا الله يسر الموقف. الحين انتم من سكان دلمه؟ نعم يمد بساسير. والحمد لله يمت مساسير ولا يمت عنافير. لا السنه الله يحفظك سوينا نحن الضروع سويناها مالح شو غدا رقم واحد. لا بنجيب لك ان شاء الله ان شاء الله بنجيب لك يمد مساسير. الله يحفظك. حينه دورون شو انتم حينه؟ بشوت 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 يقوي فوق وانتو حين تبقون تحت. انت ابن بارك الله فيك. جمال صبح. والله والنعم. انت ابوي محمد مطر جميل. والله والنعم. انت بسكان جميرة بسكان. والله والنعم. من ند الشبل. انت من ند الشبل. جاي ند الشبل بارحوا اليوم. انزين. وقبل. في جميرة وقبل في الشندقة. اي بعد شندقة. ايه مولود في الشندقة انا. مولود في الشندقة. نعم. ما فيك حيلة. حق ياسر بالخدية يقول له تعرف محمد مطار الجميري؟ زين والرجال هذا شب لا هو يعرف عيال خالي. ايوه يقول حق ياسر تعرف محمد مطار الجميري. زين والثاني جمال مصبح قوم ناصر وعادل بن غير. بن غير بس هو يعرفكم. سمعت يا ياسر بالخدية؟ ياسر بالخدية براند يا ابوكم. ففريجنا قبل. اي ما شاء الله عليه. ابيعك شو اسمه؟ حسان الصاوري. لا وابوه شو اسمه؟ حسان. ابو حسن. ابو حسن هو عبد العزيز. زين حينه ابوي ريال هذا يعني يقول الله يرحمك على فضلك. كيف حالك؟ تعال جاي الحين. انت اول ما جيتني ما قلت لي هنا فلان. قلت لي انا ولد حسين الصابري. وليش ما تخبر باسمك انت قبل؟ عبد العزيز. حينه اسمع ابوي حسين على ابوك صديق طفوله هنا وياه. في نكنيم وايد فنان لابوك. تعرف النكنيم مال ابوك؟ ما ادري. ما بتشاور ويا ابوك يابا. قال لي بخبرك. زين مساء الخير يا ابو محمد. مبروك عليك الشهر يا ابو. ويعليك اياله تروح الوليد وتجوزه. آمين إن شاء الله. في ضياع جميل بس أنت اللي محمرة. شو تأكلين؟ تتحشرن اللي يبغى خالد يحب المحمر. هذا اليوم محمر. مش كاري معاي محمر. سوي له محمر. قالت ما بايل فواي كله. غير محمر. لا يوم يأكل خالد قلت أنا باكله. هذا ودرت الفواي كله. قالت أنا محمر. لا محمر. لكن محمر حلو محمر. برنيوش برنيوش اسمه. برنيوش ما الأول محمر ما الأول كله. يا مرحبا يا مرحبا يا بنت علي. يا مرحبا الساع زارتنا البركه يا بنت علي. يا مرحبا من سبتي من هناك لين جيتي. مرحبا ملايين. يا الله يا ربي الله يعيد علينا وعليك كل سنه وكل حب. امين ان شاء الله على الخالد وعياله ايام العشر. امين امين ان شاء الله يجيب امين ويجوز اولاده. امين ان شاء الله شاد العيل بارك الله فيك.